السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل الدروس بتاعة الكوماند لاين النهاردة. كنا خدنا الدرس اللي فات الأمر اللي هو أليس وإزاي بنعمل كوماند لاين خاص بينا. كنا مثلا الدرس اللي فات خدنا كوماند لاين اسمه ديت. لو عملت ديت هيقول لي كوماند نوت فاوند. لو كتبنا أليس equal lsl عملت انتر هو كده عارف ان في كوماند اسمه det. det اللي هو ايه اللي هو هات اللي هو ls داش ال هات لي كل حاجه بالديتيلز بتاعتي. وقفلنا ال get بتاعتي وفتحناها تاني وعملنا det. طبعا خلاص انتهى لاني قفلت. طيب النهارده ازاي هعرف ازاي اثبت الكوماند اللي انا كتبته ده؟ كل مره افتح الجيت الاقيه موجود. يلا بينا نبدا. اول حاجه انا هشوف انا الجيت بتاعي متسطب فين. انا عندي بروجرام فايلز جيت اهوت تمام. ده الفايل اللي هو موجود في البروجرام فايلز او الفولدر اللي موجود في البروجرام فايلز اللي موجود فيه الجيت. هدخل على فولدر اسمه etc وبعد كده بروفايل دي دوت دي. هلاقي في فايل هنا اسمه aliases دوت سي اتش تمام. انا لو حاولت ان انا اعدل في الفايل ده واعمل سيف مش هيرضى يسيف الفايل تمام. ولو حاولت ان انا افتح جيت باش تمام وعملت مثلا نانو وفتحت aliases.ch وحاولت ان انا اعمل اي تعديل على الفايل ده اهو. يعني مثلا هنا هلاقي فيه aliases متسجلة اهي متخزنة قبل كده. انا لو عملت alias وعملت det equal ls-l وحاولت ان انا اعمل سيف هيقول لي ايه ايرور بيرميشن دناي. خلاص مش هيرضى يعدل لي الفايل بتاعي. طب انا عايز اعدله هعمل ايه؟ اول حاجه هبتدي افتح الجيت بتاعتي از ادمنستريتور يعني كادمن. هبتدي اجي في السيرش هنا واكتب جيت اهو جيت باش. هلاقي هنا مكتوب ايه run as administrator تمام. هفتح هيقول لي تمام يس هضغط يس هو كده فتح لي الايه الجيت بتاعتي as administrator تمام. تعال نعمله ls ونشوف احنا موجودين فين. اهو ده احنا كده موجودين. طيب ما علينا احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين ناخد العنوان ده كوبي ونيجي رايحين هنا نعمل cd ونحط العنوان بتاعنا. وزي ما قلنا قبل كده الباك سلاش هنخليها فورورد سلاش. وخلي بالي لو في عندي فولدر الاسم بتاعه متسمي جزئين وفي ما بينهم سبيس عشان الجيت يفهمه لازم انا احطه ما بين سنجل كوت او دبل كوتس تمام. تمام واجي اعمل فورورد سلاش فورورد سلاش فورورد سلاش واجي اعمل انتر. كده انا داخل الفولدر ده هعمل ايه؟ هعمل ls اهو. هلاقي ان في aliases.sh هعمل لها نانو aliases.sh تمام كده. هبدأ اعدل احط الكوماند بتاعي اللي انا اما الفه اي كوماند عايز اختصره. يعني هنا هلاقي ان في كوماند طويل خالص اهوت هو مختصره في ls. هنا في كوماند مختصر بال ال انا عايز احمل الكوماند بتاعي اللي هو اسمه ايه alias اللي هو det equal ls
اشتغل. تمام، انا عملت كده كوماند بتاعي اسمه ايه ده، اجي اعمل سيف واقفل، هلاقيه سيف عادي لاني انستريت. اعمل جيت طبعا مش هعمل لي اي حاجه، ليه؟ لازم اقفل الجيت باش بتاعتي وافتحها تاني اهوت. تعالوا بقى نكتبه ديت ونشوفوا ايه اللي هيحصل. ديت هو كده اصبح كوماند ثابت عندي. خلاص تعالوا نفتحه على الديسك توب بتاعتي. جيت باش وهعمل ديت. تمام كده بقى الكوماند اللي هو اسمه ديت ده ثابت عندي. تمام كده يبقى عرفنا ازاي اثبت الالياس بتاعتي. ده الجزء الاول معانا. طيب الجزء الثاني معانا النهارده ان شاء الله هنتكلم على امر جديد اللي هو امر السي يو ار ال او الكارل. تمام، هدخل جوه التستنج اهوت واجي عامل جيت تمام كده. هعمل اول حاجه ريموف لكل اللي موجود داخل الفولدر بتاعي الاس. تمام انا كده عملت ريموف اهو، عندي حتى الامر اللي انا لسه عامله ديت توتال بتساوي زيرو. طيب تمام، عندي امر جديد اسمه سي يو ار ال. سي اللي هو انا عايز اشوف يو ار ال، اليو ار ال بتاعي او الكارد. تمام، انا عايز اليو ار ال اللي اسمه ايه، لازم اكتب العنوان كامل اتش تي تي بي البروتوكول بتاعي دبل سلاش جوجل دوت كوم. اعمل انتر هيجيب لي ايه؟ جاب لي كود ال HTML بتاع الصفحة بتاعت جوجل دوت كوم. طيب لو عملنا نفس الامر بس جينا هنا زودنا داش ال، عملت انتر جاب لي الجافا سكريبت، كود الجافا سكريبت بتاع الصفحة بتاعتي. طيب تمام، طيب انا عايز اخزن الكلام ده او عايز اعمل له سيف عندي على الجهاز، هعمل له ازاي؟ نفس الامر بس هرجع اعمل داش او واكتب اسم الفايل بتاعي جوجل دوت كوم، مش دوت كوم بقى دوت اتش تي ام ال. انا عايز اخزن الكلام ده كله في فايل دوت اتش تي ام ال واجي عامل انتر. عمل لي ايه؟ تعال نشوف كده اهو، نزل لي فايل اسمه جوجل دوت اتش تي ام ال. لو عملنا ديت ايه اللي هيحصل؟ اصبح عندي في فايل اسمه جوجل دوت اتش تي ام ال. تمام، يبقى الكارل ده بقدر اعمل داونلود بيه لاي صفحه انا عايزها، او بفتح الكود بتاع اي صفحه انا عايزها، كود ال HTML بتاع اي صفحة او كود الجافا سكريبت اللي هو الكومبريس جافا سكريبت بتاعتي بتاعت اي صفحة. تمام طيب، طب في ممكن انا عندي فايل اللي هو الديكشنري عايز اعمل له داونلود. تعال نجرب، انا هعمل عندي اهو هكتب داش او وبعد كده اسم الفايل ديكشنري اختصار ديكشنري تكست، بعد كده داش ال كابيتال افتح قوسين وانا عندي اهو بيست ده العنوان بتاع الفايل بتاعي وهعمل انتر. كده عملت داونلود للديكشنري من العنوان اللي انا عارفه. تمام، تعالوا نفتح كده كات وديكشنري دوت تكست على الديكشنري بتاعي اهو، عمل له داونلود. خلاص وكده فتحت مرة واحدة. لو عايز اعمل له افتحه كده وابص عليه سطر سطر، اعمل لس زي ما خدنا قبل كده وهبتدي اضغط انتر، هيجيب لي الفايل بتاع الديكشنري بتاعي وكيو في النهاية عشان اطلع. تمام كده، يبقى كده خدنا الامر الجديد بتاعي اللي هو كارل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.